قال تعالى: والآيات في هذا المعنى كثيرة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وهذا الدليل يسميه العلماء دليل التمانع، يعني يمتنع أن يكون هناك إلهان خالقان لهذا الكون، إذ لو كان كذلك لحصل تمانع ولحصل نزاع وعدم استقرار. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قيل في هذه الآية: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أن هذه الآلهة تنازع الله عز وجل في هذا الملك. وقيل وهو الأرجح: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لتقربت تلك الآلهة إلى الله عز وجل واتخذوا وسيلة وقربة إليه، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما قال عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك إلهان لهذا الكون، وإلا لحصل التناقض والصراع وعدم الاستقرار. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل لو كانت هذه الآلهة موجودة لتقربت إلى الله عز وجل. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ونظير هذا قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.